مرحبا هشام. اهلا نعمان. ليس من عادة عبد الله ان يتأخر. هل تعرف شيئا عنه؟ لا يا نعمان، وانا مشغول عليه ايضا. تعودنا ان نلقاه كل يوم. صحيح، عبد الله رجل طيب، تعودنا على تحيته كل صباح. الاطفال يحبون شراء لعبهم من عند عبد الله. عبد الله يحبنا ونحن ايضا، عنده لعب جميله. ارجو ان يكون بخير. السلام عليكم. اهلا اهلا جاسم. اهلا اهلا جاسم. جاسم، نعم، هل رايت عبد الله؟ عبد الله سياتي بعد قليل، رايته في السوق. لماذا تاخر عن الحي؟ الاطفال ينتظرون. ونحن ننتظره ايضا. صحيح، ولكن ها هو، ها هو عبد الله. اهلا 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 عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الله، عبد الله. نعم، الجميع ينتظرونك. اين كنت يا عبد الله؟ لم نتعود على تاخرك. كنت اشتري بعض الاشياء من السوق. اهلا يا عبد الله. اهلا. نحمد الله انك حضرت ولم تتاخر كثيرا على الاطفال. شكرا شكرا يا ملسون، حفظك الله. اين عربتك يا عبد الله؟ نريد ان نشتري، هيا بسرعه. حاضر. يا أنيس، هيا أنيس، لمن هذه الزينة؟ هذه البالونات الحلوة، إنها جميلة جدا. إنها جميلة يا بات. نعم جميلة. هاي، هل عندك حفلة كبيرة؟ طبعاً طبعاً يا بات. لمن هذه الحفلة؟ عرف، دعني أحضر. طيب، لمن هذه الحفلة؟ طيب، حفلة عيد ميلاد، صح يا أنيس؟ عيد ميلاد نعمان. نعم، عيد ميلاد نعمان. عيد ميلاد ملسون. لا. عيد ميلاد ليلى. لا لا. كامل. لا. عيد ميلاد قرقوب. لا 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 لا. عيد ميلاد من يا ترى؟ طيب، عرف عرف. من؟ عيد ميلاد عمتي. طبعا عمتي. اوه، ستفرح عمتي. ها، تشكرك. لا لا، لم تحضر. لا، انا اقول. قل لمن هذه الزينة؟ اسمع، سيزورنا ضيف عزيز يا بدر. ضيف؟ من هو؟ هل تريد أن تعرف؟ نعم، من هو؟ ضيف عزيز علينا، ولهذا زينت الغرفة. أوه، قل من؟ تعال سأريك. أين؟ تعال انظر هناك. أين؟ انظر جيدا، انظر جيدا. هناك؟ عرفت من؟ أوه، نعم، مرحبا. أهلا بك، أهلا وسهلا. أنت إذا ضيفنا العزيز، ها؟ أهلا بك. أنا. لا نقطع الخشب بالسكين بل بالمنشار. انتبهي يا حنان، فمقاطع اليوم بحرف الألف. حرف الألف؟ لا بأس. ظاهر، ظاهر، ظاهر. جامع، جامع، جامع. هاتف، هاتف، هاتف. حارس، حارس، حارس. ثابت، ثابت، ثابت. شارع، شارع، شارع. ضابط، ضابط، ضابط. الآن نقدم إليكم المنشار. يا
اسحب 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 فلنغلبهم. قاوم 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 فلنسحبهم. اسحب 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 اسحب. من يسحب يربح جائزة. اسحب 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 اسحب. أحسنتم أحسنتم أبطالا قد صرتم. أحسنتم أحسنتم أبطالا قد صرتم. شكرا. اسحب اسحب حبلا اسحب اسحب درجا اسحب بابا حتى تخرج. اسحب. تحفظين الطريقة جيدا؟ قرأتها في المجلة أنا وعبلة. هذا هو الغير. شكرا. كوب واحد. كوب
الشوبان. ليلى أرى الطحين كثيرا. فعلا هذا كثير، أرجعي قليلا منه. لا يمكن. لا بأس عبلة، لو سمحتي أعطيني الماء. تفضلي. مريم. نعم. هل يكفي كوب واحد؟ أراه قليلا. ضعي واحدا آخر يصبح أكثر. هذا كوب واحد وهذا كوب ثاني وهذا كوب آخر من أجلك. يكفي 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 يا عبلة، هذا كثير. ليلى، هل أزيد قليلا من الطحين؟ أصبح الماء أكثر من اللازم. هذه هي الطريقة الوحيدة، زيدي قليلا. ضعيه هنا يا عبلة. هذا يكفي؟ يكفي يكفي. شكرا. عبلة، أعطيني السكر لو سمحتي. يكفي 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 يا عبلة. جدا. ليلى، هل أزيد قليلا من الماء؟ هذه هي الطريقة الوحيدة. صبي صبي يا عبلة ولا تخافي. شكرا شكرا يا عبلة. انظري يا ليلى، انظري انظري، الماء كثير وأصبحت العجينة لينة. لقد انخفضت الحلاوة كثيرا. أحسي بأنك تعرفينها جيدا. لنضع الطحينة ثانية. عندي كل الكرات. وأنا لا شيء عندي. الآن عندي بعض الكرات. وأنا عندي بعض الكرات. الآن عندي كل الكرات. وأنا لا شيء عندي. الآن عندي كل الكرات. وأنا لا شيء عندي. لكل بلد عربي أزياؤه الشعبية. ففي بلدان الخليج العربي يلبسون الغترة والعقال، وفي مصر يضعون الطاقية على رؤوسهم، أما في تونس فاسمها شاشية. يضعون القطن في المغزل الآلي فيحوله إلى خيوط. ثم تبرم الخيوط وتنسج فتظهر بشكل شاشيات. الشاشية لباس للرأس في تونس. ما
تشاهدون بجانبي هذه الشمعة، وأظنكم الآن عرفتم الخبر المثير الذي سنذيعه بإذاعة افتح يا سمسم. نحن الآن في انتظار السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة، وهو يقفز فوق الشمعة، وها هي الشمعة، وها هو السيد. أنا لمعة أبو دمعة، أنا لمعة. أهلا كامل، ماذا تريد؟ نرحب بالسيد دمعة، نحب أن نشاهد لعبتك الروعة وأنت تقفز فوق الشمعة. وأنا أيضا أرحب بالأطفال. قلت ماذا تريد يا كامل؟ نريد أن نشاهد لعبتك المشهورة، والأطفال متشوقون لمشاهدة السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمعة. وها هي هنا الشمعة. حسن، تريد أن تشاهد الروعة. إذا يجب أن أذهب هناك. طيب الآن أطفالي الأعزاء، ها هي اللحظة التي كنا ننتظرها لنشاهد السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمعة. والآن مع السيد لمعة في اللعبة رقم 7. ها قد شاهدتم الآن اللعبة رقم 7 من لعبات الروعة. أظن أن هناك خطأ. نعم يا سيد لمعة، هناك خطأ. كنا نتوقع أن تقفز فوق الشمعة. لقد شاهدنا السيد لمعة أبو دمعة في اللعبة رقم 7 وهو يمشي تحت الشمعة. هذه اللعبة خطأ. فوق وليس تحت. بالضبط. نعم نعم، الآن فهمت. نعم سأقفز ثانية، انظر الآن. شكرا. والآن أطفالي الأعزاء مرة ثانية مع السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمعة. والآن مع السيد لمعة في اللعبة رقم 9. قد شاهدتم الآن اللعبة رقم 9 من ألعاب الروعة مع تلك الشمعة. ما رأيك يا كامل؟ لا 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 يا سيد لمعة، ما رأيناه هو السيد لمعة أبو دمعة في اللعبة رقم 9 وهو يهرول حول الشمعة، وهذا خطأ. اسمع يا كامل، أنت تزعجني، أنا لا أعرف ماذا تريد مني؟ يا سيد لمعة، كل الأطفال الآن يشاهدونك وهم ينتظرون لعبتك المشهورة. كل الأطفال يريدون مشاهدة السيد لمعة أبو دمعة في لعبته الرابعة وهو يقفز فوق الشمعة. يقفز معناته أن تقفز في الهواء وتمر فوق الطاولة التي عليها الشمعة وتنزل بعد ذلك برفق عند الطرف الآخر من الطاولة. الآن فهم. صحيح. نعم سأقفز الآن يا كامل. طيب يا أطفال، مرة أخرى وأعتقد أنها الأخيرة، ستشاهدون سيد لمعة أبو دمعة في لعبته الروعة وهو يقفز فوق الشمع. والآن مع سيد لمعة. لقد قفز السيد لمعة أبو دمعة، قفز فوق الشمع. صحيح قفزت فوق الشمع لكني وقعت على الأرض. أنا آسف جدا يا سيد لمعة. أنا ذاهب إلى مدربتي، عندي الآن موعد للتدريب. هيا يا لمعة، في المرة القادمة سأعلمك كيف تقفز من فوق القلعة. صحيح طبعا، ستكون أيضا لعبة من ألعاب الروعة. أطفال الأعزاء، والآن نعود بكم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. بقرة تعلم لمعة كيف يقفز من فوق القلعة. أين القلعة؟ لنرى السيد لمعة وهو يسقط من القلعة. تربة بنية كثيفة تلتقطها الآلة وتضعها على عربات وتنطلق العربات نحو المصنع، مصنع الآجر القرميد.
وتنقل التربة في خطوط إلى وعاء وتطحن ثم تسخن وتدخل في آلة. وتخرج من الآلة كقطعة كبيرة من السجق وتقطع إلى قطع أخرى، وهنا تجفف في الهواء الطلق في البلاد الحارة وتجفف في فرن. لا شك أنك تعرف ما نوع هذه القطع. عندك الآن قطع الآجر، ولكنها لا تزال هشة جدا ويجب أن تزداد صلابتها، فتوضع في فرن كبير جدا ويوضع عليها الفحم، والآن تشوى كاللحم. هذه هي أحجار الآجر الصلبة، تحمل إلى حيث تكون الحاجة إليها، يحتاجها الناس لبناء المنازل. خان الخليلي سوق قديم في القاهرة بمصر. في هذا السوق يبيعون التحف وأدوات الزينة والهدايا والصناعات القديمة. صديقي يعمل في هذا السوق، يرسم النقوش على الهدايا الخشبية ويبيعها في السوق. في خان الخليلي أشياء كثيرة مصنوعة باليد، سلم أولاً يا نعمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن تفضل قل ما عندك. عبد الله لا يحبني هذا اليوم. كيف عرف؟ قابلته في الطريق ولم يسلم علي. وأنت سلمت علي؟ كلا، كنت أريد أن يسلم هو علي. المفروض أن تبادره أنت بالتحية يا نعمان. ولماذا؟ لأنه أكبر منك سنا. التحية مودة ومحبة بين الصغير والكبير وبين جميع الناس. صحيح، وماذا علي أن أفعل؟ إذا صادفك مرة ثانية فبادره بالتحية. شكرا. عفوا. زيد زيد. نعم. لا تسلم علي. أنت لا تحبني. أنت لم تسلم علي. أنا أكبر منك سنا والمفروض أن تسلم أنت علي أولا. هيا مرة أخرى إن شاء الله. حمد إذا قلت لك السلام عليكم ماذا تقول لي؟ أقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا صادفتني في الطريق أسلم عليك وأصافحك. وبعد وأسأل عن أحوالك. لماذا؟ لأنني أحبك. طيب حمد، سلم علي واسأل عن أحوالي وصافحني. هيا.
Thank you.